عندي اخويا المشكل ديال عيني مضروبه في عيني، وبغيت اخويا شي محشر اللي يعاونوا معايا باش يديروا لي شي عمليه باش نولي نشوف. اخويا ملي كنت صغيره كان ضربني واحد الدريب مسمار، كنا كنلعبوا ملي كنا كنلعبوا كان اخويا داك النهار نهار الاربع كان واحد الدري كان صايب واحد الكروسه، ملي صايب واحد الكروسه خلى المسمار وخلى هاد الكاطونه ديال الثلاجات. صايي هذيك اخويا كانت عندنا واحد عمشي كنت جدا مريضه، كنا واحد النهار كنا مطيبين العدس نهار الاربع كان الاضراب، قلت لوالده غنخرج شويه قدام من الباب. هي هذيك ملي خرج لقيت هذيك الدري الصغير قال لي ديري الكرتونه بحال هكا، ملي دارت الكرتونه هذيك دقه لي بغا يضرب الكرتونه خشى ليا مسمار بعيني، تقاب ليا الشبكه ديال العين فات ليا بالدم. ملي عاودت الوالده تقادني شاده الكرتونه ولقات العين فايده ليا بالدم. ملي مشينا طلعنا عند امو لقيناها كتنقي واحد البالو ديال الحوت، مو جابت الدم وكلشي. ديك الساعه ركب السكر هزوني داوني للسبيطار. هي هذيك اخويا داك الطاكسي اللي غاديين فيه كل عمر داوني ل 20 غشت. هي هذيك اخويا بقيت ناعسه شي بحال هكاك، شي مده بحال هكاك وانا ناعسه في السبيطار دير 20 غشت، بقات امو كتخسر عليا الدواء وداكشي. مشيت اخويا عند واحد الطبيب، من اخويا داك الطبيب مشيت عندو في شارع عبد المؤمن عاونوني فيه واحد المحسنين. مني دابا اخويا مشيت عندو قال لي اختي ما عندي ما ندير لك، هذه عامين اختي قال لي ما ندير لك. دابا اخويا خرج لي هذيك البروتيز، دابا اخويا هذيك البروتيز كضرني، هذيك البروتيز قاصحه دابا ملي كنديرها ولات كضر. دابا اخويا راه محطوطه في الدار، قال لي اختي ما عندي ما غندير لك، هادشي داز عليه مده. دابا اخويا البروتيز والوراق كلشي عندي في الدار، بغيت خويا ندير لها شي عمليه باش نولي نشوف، باش خويا ما بقاوش يقولوا لي هذيك الكلمه ديال العوره. حنا خويا الحاله ديال خويا على قد الحال، عندنا ابركه فوق السطح. خويا الوالده ديالي كتخدمها في هذاك الشيء ديال الميناج، والوالد مريض داير كسيده في رجليه، ما خدام لينا حتى شي واحد في الدار، كيرفعوا عنا خويا الناس. دابا خويا كنطلب من المحسنين يوقفوا معايا ويعاونوني، الله يجازيهم بخير باش نرجع عوينتي، الله يوقف معاهم الله يجازيهم بخير.